محمد، سؤال لك، كيف نحمي البشر اليوم؟ خليني أقول مارك، نحن يعني بخصوصا بالصدمات نحن ما بنتخطاها، نحن نتعامل معها. ومثل ما قلت قبل أنه الصدمة هي بتفيق صدمات. الطريقة هو إذا عم بحكي على المستوى المجتمع، في مستوى الفرد وفي مستوى المجتمع، أنه نفهم هيدا السيستم اللي نحن راكب فيه، نشخصه مظبوط ونشوف شو هي الطريقة اللي بنقدر نخرج منه لسيستم، لنظام يؤمن الأمان لمواطنيه. وهون بيجي على المستوى أنه نحكي نحن على المستوى الاجتماعي مع بعض، ونقدر نفكر سوا ونحط أهداف سوا لنخرج من هذا المأزق اللي نحن فيه ونشتغل له. هون العمل الاجتماعي وأهميته. كيف نعمله هيدا؟ هيدا مثل ما قلت، لابد أن يكون في منابر أو خلينا نقول آليات للقاء وللحوار، للأسف مفقودة لليوم. هيدي الآليات مفترض نقرب وجهات النظر، نشخص، نفكر سوا ونحط آليات لنقدر نطلع منها. وهون أهمية الدور للتطوع والعمل الاجتماعي. يعني كل الدراسات بتقول لما الواحد يكون عم بيمارس عمل اجتماعي وسياسي أحيانا، بكون عم بكمان عم بيظهر أو عم بيعبر وهيدا شيء صحي بالتعامل. بيبقى في المستوى الفردي اللي طبعا هيدا أكيد في كتير طرق، واحدة منهم العلاج النفسي اللي هو أساسي وضروري، هو للأسف تابو بلبنان. فالديمار، سؤال بهيدا المجال، اليوم الناس بدها ترجع تحس أنه عندها طاقة على الحياة بمدينة بيروت، كيف منعمل هيدا الشيء لترجع تاخد الناس روح؟ لأنه منهم مناح. أنا برأيي هالوسائل كلها اللي شوي عم نحكي عنها هي بتجي ببلدان فيها سلم اجتماعي. أوكي، نحن عدا أنه ما عنا عقد اجتماعي جديد نعيش فيه، لأنه أجيال جديدة اجت عندها فكر جديد، وهذا جديد، هذه الأفكار إجمالا بتنشاف بالمدينة وقت العالم تلتقي ببعضها إلى آخره. بالنسبة لي أنا المشكل الأساسي هو الأمن والأمان. نحن اليوم أشخاص واعيين، عشنا حرب طلعنا منها، عارفين كتير منيح أنه طالما في سلاح مخزن بالبلد حرب ممكن ترجع، شفناها مبارح بخلدة، ممكن ترجع 100%. وهيدي شغلة بالنسبة لي الموضوع منتهي هون، طالما في سلاح مخبى، طالما في سلاح بكميات، طالما نحن اليوم كأشخاص واعيين ما ممكن نصدق أنه في أمان أو أمن، إن كان على حي الله صعيد. بقى طالما هيدا العمل ما مصار، بالنسبة لي أنا عودة الأمل وعودة فكرة الثقة بين بعضنا كعقد اجتماعي نتلاقى وكذا ونفكر، ما فيها تكون إلا على الصعيد الشخصي كأفراد. وهذا الشيء رح ياخد وقت كتير 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 طويل حتى جسمنا ينسى هيدا التروما يلي صار فيك ويلي كرماله بيتكرر وبيتكرر. أكيد يتعامل معه. ولحد هلأ نحن ما تعاملنا معه وما في الآليات موجودة وما عطيونا الأسباب حتى نقدر نقول أنه إيه صار في أمان، أوكي تعال فينا نرجع نبني. نحن اليوم بعدنا عم نبني على أسس غير سليمة. بحس المخاطرة إجباري لواحد ياخد مبادرة ويقدر ينطلق، إذا ما متأمل أنه بكرة أحسن من اليوم ما بياخد المخاطرة. سمعنا 50% من سكان هيدي المدينة، 10% منهم ناطرين السفرة، 33% منهم عم بيفكروا بالسفر. اليوم شو الحوافز لهيدي الناس ترجع تحس هيدي المدينة إلى جزء من شخصيتها بالنسبة إلها؟ أنا ابن منطقة هي قلب بيروت، هي روح بيروت، مع محبتي لكل بيروت، هي طريق جديدة. طريق جديدة هي دايما الخزان البشري والشعبي والناس اللي عندهم بتحب ربيت فيها تعلق. أكيد بمنطقتي آخر شيء ولدت وربيت فيها وبعدني فيها، بس ولكن اليوم تتطلع على الناس على هالأحباط اللي عم بصير، بدنا نجرب ما نعيشه، مش دورنا نحن أنه نروح. حاربنا لتحقيقه، ما رح نقدر أنه نرجع هالأمل عند البشر. فقدوا الأمل، نحن اليوم كلنا عنا مهمة نرجعه. بداية برجع لقصة شوي سلاح، ليه اليوم بيروت مش منزوعة سلاح؟ ليه ما في حدا عم يجرؤ بعد الانفجار وقبله يطلع يقول ليه في سلاح ببيروت؟ ما تقلي طريق القدس يمر في بيروت، ما تقلي المقاومة بتصير ببيروت. المقاومة إذا تصير بتصير على الحدود، بنتفق على وضعه هناك، ولكن السلاح الفردي
والسلاح المتوسط ليه موجود ببيروت؟ ما حدا بيعرف. يعني الصحة النفسية اليوم مرتبطة بالسلاح؟ مرتبطة بالأمن والأمان، مرتبطة أنه تكون عايش بعاصمة بتعرف أنك قادر توعى الصبح وترجع على بيتك، ما تموت برصاصة طايشة، ما تموت باشتباك، وما تموت بأزعر اليوم عنده حماية سياسية. بدي زيد نقطة بعد بس، نحن فينا نحلم للبشر ببيروت، نحن عاصمة، عاصمة التربية وعاصمة التعليم وعاصمة الخدمات وعاصمة السياحة. ما بدنا يكون عنا مطاعم وجامعات وحجار، بدنا مدينة طالب بس يجي عليها من خارج لبنان وخارج بيروت يكون يقدر عنده مدينة صديقة للتربية، يقدر يروح على جامعته بطريقة سهلة، يقدر يأخذ الانترنت بطريقة سهلة يقعد بالجامعة. هيدي بتنطبق على كل شيء. هون لهونيك بدنا نروح لنعملها، بدنا كلنا مع بعض نحارب لنخلص من الطبقة السياسية. منى، سمعنا عن المساحات المشتركة، سمعنا عن الحس بالأمان، اليوم الصحة النفسية للناس يلي انجرحت كيف فيها ترجع توثق بالمجتمع يلي هي فيه؟ شوف، أنا ما بفتكر الناس عندها مشكل مع بعضها، لأنه بالآخر نحن شفنا شو صار دغري بعد انفجار أو تفجير بيروت. المشكل الحقيقي هو بالأشخاص المسؤولين عن انفجار بيروت، المسؤولين عن الحياة اللي نحن عشناها بآخر 30 سنة والحرب الأهلية قبلها، اللي ولا مرة تعاقبوا ولا مرة تحاسبوا. وهذا شيء ضروري. بس لحظة لنفكر بالحجر وبالناس. خلينا نقول إنه هالانفجار ما لازم بقى نتعامل معه مثل كأنه حادثة غريبة ما حدا كان منتظرها وإجت من ما منعرف وين. هي بالآخر انفجار مرفق بيروت هو نتيجة كتير طبيعية أو حدث كتير طبيعي لنظام السياسي الاقتصادي المالي اللي كان موجود بلبنان من التسعين لليوم. لما نحن منرضى أنه مجرمين حرب يسامحوا حالهم ويقرروا أنه هن صاروا رجال سياسي، هن صاروا رجال دولة، لما نحن منرضى أنه يعملوا صفقات مع رجال أعمال ويجوا يشتروا وسط بيروت يسامحوا حالهم، ما يصير في ولا نوع من المحاسبة، وبيكفوا بنظام قام على أنه نبيع المدينة كسلعة، نقدر نستقطب أموال من الخارج ونبيع هالمدينة شقفة شقفة، ولحتى نبيع هالشقف نطلع أهلها منا ونشيل روحها منا. بلشنا بالوسط وكفينا بكتير إحياء، حتى الإحياء تبع الطبقات المتوسطة، يعني طريق جديدة، يعني عايشة بكار، يعني حتى الكارانتينا بالآخر. لكننا نفكر أنه هي خارجة عن المضاربات العقارية، لقينا أنه بآخر 3-4 سنين ولا عم تنشر العقارات وعم تتفرغ، لقينا أنه الأبنية الجديدة ببيروت شاغرة، واحد على أربعة منا، شقة على خمسة ببيروت فاضية. بسط بيروت بال 2019 شقة على اثنين مبنية جديدة فاضية، بطريق جديدة شقة على خمسة فاضية بس من بيعة. عدد كتير. لا، لما عم نحكي نحن شقة من بيعة أو عم يحتفظ فيها المطور العقاري، ولكن ما حدا حاطط فيها ولا كنباية ولا تخت. يعني لما حدا عايش برات لبنان عم يشتري هالشقة لحتى بعدين بالمستقبل ينتقل عليها أو يجي عليها شهر بالسنة، ما عم نعتبرها شاغرة. مسح مختبر المدن راع على الشقة اللي ما فيها ولا نقطة فرش، لقينا شقة خمسة ببيروت على القليلة مبنية بعد الحرب الأهلية فاضية عم تستعمل. لا، سلعة استثمار. هيدا الاستثمار للمضاربة والاتجار، عم بيفضل مدينة من الحياة ومن قدرتها انه تنتج الاقتصاد اللي بيسمح للناس تحس حالها انه هي فيها. مش بالغلط، هيدا نتيجة سياسة عامة برمجة عملت باخر 30 سنة والانفجار جزء منها. محمد، بهيدي النقطة انا بعرف واحد بيوعى بيروح على شغله بيرجع، بس بعدين في حياته اليومية، بده يروح على مسرح، بده يروح على السينما، بده يلعب رياضة، بيلعب فوتبول، بيمارس كل هيدي النشاطات، بينزل بيمشي على المنارة، هاي بتساعد صحته النفسية. اليوم هيدي النشاطات متروك الناس تخلق مساحات لحالها؟ يعني ما نرجع ننزل نزيح السيارات ونلعب قدام البناية، هيك صارت حياتنا اليوم لنرجع نتوازن عقليا؟ انت عم تعتز من الشباب اللي تركنا عم يلعبوا فوتبول. صح، حييهم. وخسوا. يلا ماشي. بتعرف شغلة مارك، كمان يعني المشكلة كل الموضوع عم تطرحه بده حلقة. اليوم الطفل بيروت، كنت نحكيها قبل الانفجار أو التفجير بدكم إياه، الطفل لما يتعرض لصدمة الطريقة اللي بفرغ فيها، خصوصا إذا ما كتير بيعرف يحكي، بيلعب، بصير اللعبة هي الطريقة وألعاب. وكمعالجين نفسيين مدخلنا أحيان بتكون اللعبة. اليوم طفل بيروت وشباب بيروت وين بيلعبوا؟ بنزل من البناية على الشارع،
وإذا بتضلني بالبيت مش كلها ملاعب للبلدية وللمطورين يعني الآخرين أو بنزل اليوم. بلعب بالشارع وبعلق أنا وجاري إذا ما ضربته السيارة. اليوم لما أنا سكر المساحات العامة ولما يبطل في ما أنا بفرغ بالمساحات العامة بنزل من خلال الرياضة اللي بعملها من خلال اللقاء الآخر كنت عم سألني كيف منفضي نفسيا من خلال اللقاء والنقاش والقعدة مع بعض من خلال أنشطة التأمل مجرد ما تطلع بالخضار تعرف قديش له تأثير الأخضر بس على الصحة النفسية بتعرف قديش التليفون عم يضرب الدماغ والكرياتيفيتي تبع الطفل اللي لو في مساحات عامة كان بنميها. فاليوم نحن مش بس عم ندفع لذلك عم قوله هي سيستم أنا مش بس عم بدفع الثمن نفسي على جسمي وعواطفي وتفكيري من وراء انفجار أنا اليوم مثل حدا ضربني ورجع ضربني لأني بكيت يعني بكيت ممنوع ابكي حتى ممنوع عبر ممنوع انزل وهيدا الضغط النفسي عم يجي من هون وهيدا ممنوع أكيد تنفس ممنوع تتواصل بدك تحمل وجعك وتضلك مزروب بنفس المكان اللي انت فيه لانه ما فيك تلاقي غيرك. كرمال هيك اعتبرت العمل السياسي او الاجتماعي وكمان هون مشكله في مشكله خيارات للاسف هو ممكن يكون منفس بس خليني اذا فيني كمان علق او سريعا انه انا موافق مع منى انه اليوم نظامنا المالي يعني او ما انا بس بدي اقول انه موافق مع اللي عم تقوله منى بس يا ريت عندنا نظام مالي نحن ما يعني النظام وكانه في دوله نحن عندنا عصابه كل واحد عم يعمل اللي بريحه بالقانون بيطلع على التليفون قالوا يلا اليوم بدنا نصوت لهالقانون فمشكلتنا الاساسيه هو يعني رايي هو انه هول المجموعه قرط الطوائف حدا سموه هول كم واحد يعني مشكلتنا هي بالصيغه يا ريت يعني ومش بالعقد الاجتماعي لانه اذا بنقرا الدستور واتفاق الطائف عم يحكي بدوله لا دينيه دوله تخرج من منطق الطوائف لدوله مدنيه ولازم تطبق كان فورا اجوا الجماعه سرقوا الدوله منها وصار كل واحد عامل مزبله وهو بصيح عليها فصار كل شيء عقياسهم من مال لاي شيء وبالتالي يا ريت نحن عندنا انظمه او شيء بعتذر انا واضح لا بالعكس نقطه بمحلها وانا برايي ما فينا نفصل السياسه عن حياه المدينه لانه بالاخير هيدي العاصمه يعني هي اساس يلي بيصير بالكل بس خليني اسال بس جمله واحده جمله واحده رح نرجع هالجمله خلصت يلا بيروت يعني بس خليني كمان اقول بيروت هي كل لبنان وطريق جديده هي كل لبنان بدي احكي عنه وكانه نحن عم نحكي كمان مناطقيا كل جرة بلبنان هي بلادنا وكل لبنان مثل بيروت مثل طريق جديدة مثل الضاحية كلنا عم نعاني يعني هيدي كمان ضروري نحن من كل لبنان سكنين ببيروت كلنا حاسين ببعض أكيد بس سؤالي لأرجع شوي على الصحة النفسية اليوم الحياة السقفية الفنانين المطربين شفنا عم بياخدوا باسبورات عم بيسافروا المحلات اللي كانت الناس تروح تاكل فيها وتأرجل وتعيش وتسهر وكنا ننبسط انه صور بيروت كلهم بيكتبوا عنا وهول بيسهروا وهول بيعيشوا اليوم ما قادرين يعيشوا الناس هل هيدا شرط لترجع تعيش المدينة نرجع نقدر نفتح مطاعم وكلبات ونايتات ونعمل هيدا جزء من هوية بيروت لا هي مش بالمطاعم والكلبات اول شيء اليوم المشهد اللي عم نشوفه هن المغتربين يلي اجوا يلي شوي انعشوا البلد كتير قليل ما نشوف اهل المدينه المنكوبه عم يقدروا يمارسوا حياتهم الطبيعيه لكتير اسباب. اليوم بيروت عم تفتقد للروح، هالناس يلي عاشوا هالانفجار الكبير ما عم يقدروا يخرجوا من الصدمه، ما عم بيقدروا يفرحوا، انا بعرف ناس عم بحسوا بذنب وقت يقعدوا بمحل يحسوا في فرحه ويحسوا في موسيقى، عم يظهروا ما عم يرجعوا مره ثانيه، مش سهل اللي عشنا فيه، شغله كتير صعبه، كيف بدنا نرجعها؟ اليوم بحاجة لخطة ولرؤية للأسف أي قرار هون بدي أكد على اللي عم بيقولوه أي قرار يتخذ على مستوى القرار بالمحافظة والبلدية ببيروت هو قرار سياسي ما في خطة في مشروع هذا المشروع لازم يكون في استفادة للأحزاب السياسية أو الطوائف اللي عم يحكي عنها محمد غير هيك ما ممكن يتخذ أي قرار برجع بقول لك لا ما بنقدر نرجع بشكل طبيعي على المطاعم على انا بالنسبه لي نرجع على الشارع لنحاسب لنخرج من ازمتنا النفسيه الحل النفسيه ان نشوف هالناس اللي تسببوا بهالانفجار بيروت مدينه صغيره بيروت حلها سريع اليوم بخطه واضحه صرنا بالمدن الذكيه صرنا عم نقدر نتحول لمدن ذكيه نقدر بسرعه نتحول ولكن ظهر الناس الحاله النفسيه من خلال محاسبه كل هالطبقه يلي تسببت بهالانفجار الكبير كيف المدينة بترجع تنتعش
من سكن وكهرباء واستشفاء ومسارح ومراكز أعمال. في خبراء كتير وجمعيات بادروا وقاموا بخطوات استثنائية أبعد من بس ترميم مبنى أو غيره. في من بيناتهم مبادرة خضت بيروت. خلينا نتعرف سوا على شغلهم وجهة نظرهم مع الدكتورة نجاة صليبة. خضت بيروت هي أساساً خلقت من بعد الانفجار لحتى كل الخبراء والعلماء اللي عم بيشتغلوا بلبنان يحطوا خبرتهم لخدمة مجتمعهم. نحن منعتبرها ثورة علم وعمل اللي ركزنا عليه بمجال الصحة والتربية ودعم الشركات الصغيرة والبيئة، إنه كل خبراتنا تساعد لحتى يكون مجتمعنا عم بيفهم شو هن الأشياء اللي عايزها وكيف يقدر يتعاطى مع حاجاته ومتطلباته. بعطي مثلا بالتربية، عم نشتغل مع 6 مدارس رسمية، عم نجرب نحن وياهن نفهم شو العقوبات اللي عندهم لحتى يقدروا يخلقوا بيئة مجتمعية حاضرة لأنه تستقبل الأولاد بعد المشاكل اللي تعرضوا لها، ولحتى يقدروا يتعاطوا هن وهالمشاكل بطريقة سليمة لنوصل تربية سليمة. بمجال الصحة عم نشتغل كمان مع جمعيات ومجتمعات على الأرض لحتى نشوف بأي طريقة أفضل نقدر نحن وياهم نتعامل مع كورونا. يمكن عمر إعادة إعمار بيروت، لأنه اللي تهدم الحجر وتهدمت البشر كمان. في عنا كتير اشياء نحن كاشخاص تهدمت فينا، وهيدا الشيء بيستغرق كتير وقت لاعادته. في مجتمعات، في كلتشر، يعني في كتير اشياء تهدمت فينا وبدنا وقت لحتى نلملم جروحاتنا ونقدر نشتغل فيها شوي شوي لنقدر نستعيدها. فالديمار، آخر مرة قطعت الحرب على بيروت، طمحها وسط بيروت، وشفنا معظم الأبنية أو الأحياء يلي كان عندنا ذكرى عليها اليوم بتشوف صور بيروت القديمة بتحسها بكوكب تاني. هل يا ترى هيدا الانفجار رح يمحي ما تبقى من المباني الأثرية ببيروت؟ هو كان في خطر كتير كبير أنه هيدا الشيء يصير، ولكن كان في ردة فعل إيجابية من ناحية الأبنية التراثية اللي تأثرت بهذا الانفجار. الطريقة اللي اعتمدتها سوليدار بالتسعينات كانت مختلفة جدا. يعني تعاملوا مع مدينة بيروت اللي هي مدينة على البحر المتوسط، تعاملوا معها مثل كأنها مدينة أمريكانية أو على الطريقة اللي بيشتغلوا فيها بالدول العربية، يلي هي المدينة وين العقار بيكون سلعة وقيمة الهيريتج فيها كتير كتير ضئيلة. يعني عرفت كيف؟ بقى بالنسبة لإلهم، يعني تمشي انت هلا بوسط بيروت ما في دكانه، ما في فرمشيه، ما في سمان صغير، كلها يا محلات كبيره وما في سكن. الريحه تغيرت. يعني بيروت هي مفروض تتقارن باتينا وتتقارن بروما من عدد الطبقات الهندسيه الموجوده تاريخيا. عندك الاف السنين من الطبقات الموجوده بالمدينه، تم التعامل معها بطريقه كتير سطحيه. عنا هلا يلي صار من بعد التفجير هو انه نحط الايد على الابنيه الاثريه، ممنوع بيع، ممنوع شراء، ممنوع تصليح بدون أو ترميم بدون ما يتاخد رخص وعبر وزارة الثقافة والأثار. هيدي الخطوة كانت إيجابية، وإذا بدك أكدت أنه هيدا اللي صار بوسط بيروت ما رح يرجع يتكرر. أوكي؟ ولكن كانت إذا بدك مثل خطة ردع شيء، ممكن تكون نجحنا بردع شيء، بس بعد ما بينت بيضل الخطر قائم. مزبوط، لأنه منا ضمن خطة مخطط توجيهي عام، بعد ما منعرف لوين بدها تصير. ولكن الأبنية اللي هي بناية لحالة رح يكونوا بعضهم موجودين، تم حمايتهم، بكرة بيجيبوا تمويل لإعادة ترميمهم وبالطريقة السليمة. بس هيدا النمط اللي نحن عم نعيش فيه من 30 سنة لليوم صار رايح لنا نحن بقلب بيروت ما يفوق 90% من النسيج العمراني التراثي تبعه. لا نخسر شخصيتها. منى، هون بدي اسالك سؤال. سنه قلنا قاطعين، ضمن اختصاصك في حدا عنده ماستر بلان، خطه عامه لمدينه بيروت كيف بدنا نرجع نعمرها بعد الانفجار؟
لا أكيد لا، ما في خطة. خلينا نكون واضحين، حتى لما صار في محاولة من نائب المهندسين السابق جاد ثابت أنه تنحط المنطقة تحت الدرس وقدر يمرق القرار بصعوبة بالمجلس الأعلى للتنظيم المدني، مجلس بلدية بيروت رفض يمرق القرار ورفض يحط المنطقة تحت الدرس لحتى يطلع بخطة، بغض النظر إذا نحن منوافق أنه هلأ قيد الدرس يعني يبطل فيها رخص عمار. هلأ هو الأهم بهذا الشيء كمان أنه في وقت تنحط رؤية لهذه المنطقة، لأنه المنطقة عم تنهد وعم بتروح، لأنه المخطط التوجيهي اللي محطوط فيها هو بالأول كتير قديم، وحتى لما نعمل بالخمسينات كان في تأثير للمصالح الخاصة فيه اللي هي خلت أنه عوامل الاستثمار تكون كتير عالية، وهذا اللي عم بيؤدي لهد المباني القديمة وتطليع الناس من بيوتها، لأنه ومع الأسف القوانين الجديدة اللي طلعت من وقتها خصوصا قوانين البناء خلت أنه يكون واحد يقدر يعمل كتير أكتر ويستفيد كتير أكتر. وهون بدي أوضح شغلة، كيف الطريقة المثالية لنرجع نبني الحجر بهالمدينة؟ بدنا نوضح شغلة كتير مهمة. نحن مش ضد القطاع الخاص، ونحن مش ضد المطورين العقاريين، ونحن مش ضد أنه نفعل دورهم، ولكن كل واحد بيلعب دوره. نحن بلبنان قانون البناء تبع البلد كتبوه مطورين عقاريين، مرقوه نواب هن مطورين عقاريين. يعني ما ممكن، ما في بلد هذا مصلحتهم حساب الناس، مش بس مصلحتهم أحد الناس، ما حدا بيحط هو شروط اللعبة اللي حيلعب فيها. إذا نحن بدنا قطاع خاص فعال عم يرجع يوزع هالأرباح ويخلق مدينة الناس فيها تشتغل فيها، بدنا مضطرين نحن نفصل. ومنرجع لنفس الموضوع، مضطرين نقدر نحط أطر تمثيلية إن كان بالبلدية أو إن كان بمجلس النواب اللي هي قادرة تمثل فعلا شيء اسمه مصلحة عامة. ممنوع أنه نروح عند محافظ مدينة بيروت أنا ومحمد السابق ونقول له بدك تحمي شط بيروت، وهاي خطة عملناها مع زملاء بالبلد مع 50 مهندس بالبلد بناها، يقلنا أنا بدي أعمل نتفة توازن بينكم وبين المصالح الثانية. خي أنت المصلحة العامة، أنت اسمك محافظ، ما في توازن، عمر أوتيلات ورخصها. الحقيقة هيدا مع الأسف صار بالآخر، مع أنه ما حدا نصدق أنه ممكن مع هالقد مخالفات تصير، ولكن أبعد من الأوتيل بعد في إشياء كتير بتنحمى إذا نحن قادرين نحط أطر تمثيلية بتمثل شيء اسمه مصلحة عامة. وهالمصلحة العامة كانوا قبل يقولوا اللبنان طائفي وما بتفرق معه، فرجينا بكل وضوح بآخر سنة إنه في مصلحة مشتركة، والناس فعلا بتحب مدينتها وعم بتجرب بكل قوتها ترجع لها، وعم بيصير مجهود ممنهج إنه يطردونا منها، مش حنروح. وأنا معك. وضح في شغلة دايما بيصيروا هيك، كل ما اليوم نغمض عيوننا ونتخيل بيروت قبل الانفجار دايما هيك بيترقى هيدي نظرية انه في الكنيسة والجامع حد بعضهم وخدوا سيلفي حدهم وتصوروا على أساس باريس ودبي وكلهم ما فيهم بقى كنيسة وجامع حد بعض. اليوم لما نرجع من نعمر بيروت ما نرجع نطلع هيك صورة، ولا في صورة تانية ممكن نعمر نحن مباني لنقدر نعرف هيدي المدينة كيف تشبهنا؟ شو الصورة اللي لازم نرجع نعمرها، اللي لازم نتخيلها عن بيروت؟ في ياخد 20 ثانية وجه نداء لأنه هيدا بيأثر كتير. خد 60 راح ياخد 20. عندي تمني ترجي نداء اللي بدك إياه، بس هو أمل بليس بالجنة لهالناس يلي من المحافظ لرئيس البلدية اللي طلعوا عضو مجلس بلدي ما يفكروا فينا بولادنا، وهن ما فكروا فينا بولادنا، ما فكروا ببيروت ولا بأهل بيروت، يفكروا فيهم بعيالهم بولادهم بأصدقائهم. كل ما في ما المتعهدين أعلنوا تركين البلد وشغلهم لبرا، فتركين لك بيروت ورايحين نهبوها. مظبوط، بس الأعضاء هون، المحافظ هون وعائلته. كل متر بطرقات بيروت هو خطر موت، كل متر بطرقات بيروت هو خطر موت. في جورة بينزل فيها فيل ما بيطلع، في عشرات الحفرات، في إشارات سير متروك الناس، في قدام عيوننا عم نشوف الدراجات النارية كيف تعرض لحوادث قتل، في حديد طالع من الجسورة بيقتل ناس، في حجار على الطرقات بتقتل ناس. هيدي شو بدها؟ يعني بدي افهم انا اعضاء مجلس بلدية بيروت عم يجتمعوا عم يستنفروا، نحن بحالة طوارئ عم يستنفروا، شو بدها لينزل 20-30 عامل وينظف شوي العاصمة؟ شو بده جزع الشجر اللي بفوت على سياراتنا وبيقتلنا انه يشيلوه؟ في شيء معيب، في شيء مهين لألهم هن. على كل الأحوال خليني لجاوبك على سؤالك بسرعة. شو الصورة اللي بدنا نبنيها ببيروت؟ تتذكر بالستينات والسبعينات كنا نحلم حياتي ببيروت. السابقة أنا إيه؟ حياتك السابقة. لا ما كنت شوف صور. كنا وقت نشوف بيروت ستينات وسبعينات ويسموها باريس الشرق ولؤلؤة الشرق، كنا نتصور بيروت اليوم كيف راح تكون بمحل تاني. اليوم بيروت بتطلع شرطان بالطرقات وطرقات.
بدنا نرجع نحلم بهيديك ونشوف بيروت كيف رح تروح باتجاه تاني. هيدا الأمل تبعنا اللي نفكر فيه.